متابع اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد من تلفزيون اليوم السابع. يمكن احنا متواجدين في محافظة بني سويف ومعانا اختين، الاخت الكبيرة بتشتغل في شغل الهاند ميد زي ما حضراتكم شايفين الشنط والفساتين والمفارش والكوفيات، وفي الاخت الصغيرة شغالة في الفوانيس. يمكن عرفينا باسم حضرتك بقى. ولا حاجة استاذه ولاء، قولي لي انت اتعلمتي شغل الهاند ميد ده ازاي؟ دي هوايه عندي من ساعه ما كنت في المدرسه ومارستها بعد كده، وبدات اشتغل يعني شغل عادي. لما دخل النت بدات اتطور في شغلي. ابتديتي تطوري، قولي لي بقى بتعملي ايه؟ يعني عايزين نتفرج كده على الشغل اللي انت عاملاه. بعمل شنط مدرسه. نشوفها بقى الشنطه دي عشان دي جميله جدا. دي شنطه مدرسه. بتبقى فيها قاعده من تحت شبك. وبطانة داخلية من جوه، وهي الشنطة هي دي بتاع مدرسة، وتمشي برضو خروج لأي حد وكده. تاخد معاكي وقت قد ايه؟ يعني على حسب تسهيل ربنا في الشغل. يعني انت مثلا لو هتشتغلي يعني مثلا يومين او ثلاثة، او ده يومين او ثلاثة، لو هتشتغلي مثلا في اليوم مثلا يعني قد ايه؟ يعني الفينش بكله. يعني تاخد مني الوقت ده يومين او ثلاثة. تشتغلي في اليوم مثلا 3 ساعات 4 ساعات؟ على حسب وقتي بقى اللي انا فاضية فيه. على حسب الوقت. يعني انت بتشغليش يعني مش وقت معين؟ لا لا، الوقت اللي انا قاعدة فيه بشتغل. طيب قولي لي بتعملي ايه تاني بقى؟ دي شنطة مدرسة، دي شنطة حضانة برضو. زيها برضو نفس الفينش، قاعدة شبك من تحت وبطانة داخلية من جوه. دي مقالم كروشيه. مقالم. تمام. مقالم، ودي مقلمة برضو. وفي شنطة برضو بنوت فيها اهي، بناتي ارفعيها بس شوية كده نشوفها. وشنطة برضو خروج برضو. طيب عايزك بقى تقولي لي انت اتعلمتي ازاي؟ يعني انت كان عندك الهوايه، مين اللي يعني انت بتشوفي فيديوهات مثلا تطوري من نفسك في في على فيديوهات، او بتشوفي بتتصنع ازاي؟ الاشكال مثلا جديده، بشوف الاشكال الجديده واللي بينزل وبعمل زيه. في اللي في حد بيطلب منك تصميم معين؟ يعني يبعت لك صوره يقول لك انا عايز شنطه زيها؟ في حد بيطلب مني تصميمات معينه وانا بنفذها. طيب قولي لي بتعملي ايه بقى تاني غير الشنط؟ في فساتين اطفال. ده يلبس من 3 سنين ل4، ودي بلوزه بناتي بتلبس 12 سنه. تمام. ودي مفروش كروشيه. تمام. اتحط على ترابيزه انتريه. ودي كوفيه تمشي حريمي ورجالي. الكوفيه دي برضو معموله شغل هاند ميد. شغل هاند ميد. ايه بتقفلي بقى؟ ممكن بتستخدمي ماكينات تفصيل او اي حاجه؟ ابره. بالابر. ودي جرابات ازايز ميه. وفي تاني حاجات، في زينة رمضان ممكن تشوفيها، في طواميس، في توك. بتسوقي لشغلك ازاي بقى؟ اونلاين على النت. عن طريق النت. انت شغاله في الموضوع ده ليكي كام سنه؟ هو انا يعني اما بدات فيه كمشروع من 2015. يعني من 2015 وانت شغال. ابتديتي بقى الموضوع بيتطور معاكي؟ بدات اتطور بقى مع نفسي ان انا اشتغل وانزل واشوف فيديوهات واتعلم وكده واجدد من نفسي في الحاجات دي. تمام. قولي لنا بقى اسمك ايه؟ هبه. هبه قولي لي انت بتعملي ايه اللي انت شغاله فيه؟ انت شغاله شغل فوانيس صح؟ انت كنت بتدرسي خلصتي دراسه ولا لسه بتدرسي؟ لا خلصت. طيب قولي لي بقى ايه اللي انت بتعمليه؟ انت بتعملي الفوانيس من ايه؟ ده فوانيس من الكرتون من فوق. من الفوم. وده ده خرز. ده خرز بياخد معاكي وقت قد ايه بقى ده في عمايله؟ ما ياخدش معايا نص ساعة. نص ساعة. بتشيلي الحاجات دي وانت اللي بتركبيها بعد كده؟ نعم. والفانوس الكبير ده؟ ده بياخد معايا 3 ايام. طيب الفانوس الكبير ده عايزين نعرف امسكيه كده، بتحطي فيه لمبة ولا ولا ممكن نحط فيه لمبة؟ طب انت انا سمعت ان انت يعني انت كنت مشغله اغاني رمضان دلوقتي، بتشتريها منين بقى؟ عنده برضو عنده دي. غير رمضان بتشتغلي في شغل خرز برضو تاني؟ يعني انت على ممكن اعمل قلب مناديل او ايوه. ما انا بتكلم في كده، بتعمليها برضو من الخرز؟ يعني انت كل شغلك من الخرز. بتسوقي في نفس المكان اللي هي بتسوق فيه برضو على النت ولا انت هنا في القريه؟ بسوق هنا في القريه. تمام. اتفضلي يا استاذ.
يمكن متابعي اليوم السابع، احنا زي ما قلت لحضراتكم رصدنا ليكم يمكن اختين، اختهم الثالثه هي بتشتغل في التفصيل، صح كده؟ هي يعني انتوا الثلاثه مجالكم واحد. طيب يمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا رصدنا ليكم المنتجات، شغل الهاند ميد وشغل الفوانيس المصنوعه من الخرز بيتم تنفيذهم هنا في محافظه بني سويف.